الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كوباغا تيانغو سي إجيتامبو جيتشيغاماني كامو إيبيتشي بيتاتو. ذبح لله، هدي، أضاحي، عقيقة، صدقات. هانيما كوبا مونو يابغا كوبيرا الله سبحانه وتعالى كويريدي تيانغو سوكاجيرا أقيكا نيبيندي بيجاني نو كوبا واغاندوكير الله سبحانه وتعالى. الثاني الذبح لغير الله محبة وتعظيم، يذبح للجن، يذبح لأصحاب القبور، شرك أكبر للصلاة في السلام. إيكا كبيري كوبا وابا جيرا إيكيندي كتاري الله سبحانه وتعالى نكو مونو ياجيندا كبا جيرا إيجيني تيانغو سكبا جيرا إيكيندي كتاري الله سبحانه وتعالى. الثالث ذبح جائز، أذبح حتى آكل، أذبح لأني جزار وأبيع اللحوم. Igice cy'agatatu ni ukuba umuntu yabaga ukubaga kwemewe nk'uko umuntu yabagwa bisanzwe agiye nko kurya izo nyama cyangwa se akazibaga kugira ngo azigurishe ibi nta cyahakirimo biremewe. إذا لابد أن نحذر من الذبح للجن، الذبح لأصحاب القبور، الذبح في وجه الولي، في وجه الأولياء، يقول هذا عالم أذبح في وجهه أتقرب إليه، أعوذ بالله، هذا هو الشرك الأكبر. Hanyuma ibingibi dukoye kwirinda kuba twabagira ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala umuntu akaba yabagira jini umuntu akaba yabagira umuyobozi runaka akavuga ati kubera ko uyu nguyu ari umuyobozi reka mubagire kugira ngo mwiyegereze baga kubera Allah subhanahu wa ta'ala ntubikorere ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala hanyuma ibaze kubera ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala wamaze kugwa muri shiriki inkuru igukura mu dini la nadhbah dhabh ibada إلا لله سبحانه وتعالى والله أعلم. ناقو دشكيبجي دشبورا كوبات كوا باجيري كيندي كتاري الله سبحانه وتعالى أريد سكوت باجير الله سبحانه وتعالى نو كوبي كوري كيندي كتاري الله سبحانه وتعالى نو بها كاني هانيما ترون جرا كوي وطيوكو تكويبجي ترسو باندورا كجينا نغمونو أباشي كويرين دا كوبا ياغوا موكو هانجي كاني الله سبحانه وتعالى ناقو دسوان نورا كجينا نغو تبي تكوا كورا بانو مدين الله سبحانه وتعالى نيوزي كتروشا